خلينا بقى نبدأ مع حضراتكم وحاجة كانت امبارح محترمة جدا، لأن بالأمس تحديدا أجريت قرعة النسخة الأولى لكأس الرابطة اللي هتقام إن شاء الله في فترة التوقف الدولي. وأعتقد والجميع متفق على كده إن الفكرة دي حلوة جدا. ليه؟ لأن هي هتفيد، هنا بنتكلم اللاعبين في مختلف بقى الأندية، إن هم هيبقى في مشاركات رسمية، هنا بنتكلم وجوائز كمان مالية في ظل طبعا غياب الدوليين مع منتخباتهم زي ما احنا عارفين. والبطولة كمان هتكون بين ثلاث مجموعات، على رأس كل مجموعة طبعا الاهلي وبعدين الزمالك وبيراميدز، وتتكون كل واحده من ست مفروض فرق علشان يكون مجموع الفرق المشاركه بعد كده 18 فريق. والقرعه كمان وضعت الاهلي على راس المجموعه زي ما كنت بقول لحضراتكم الثانيه، واللي ضمت سموحه والبنك الاهلي والمقاولون العرب والاسماعيلي والجونه. والحقيقه اعتقد يعني ده شيء او كلنا شايفين ان رابطه الانديه فعلا غيرت في الشكل او في الفتره الاخيره شكل، ومضمون فعلا يعني مسابقه الدوري ككل. وفكره كمان كاس الرابطه ده اعتقد يا كريم شيء عظيم جدا ومفيد زي ما كنت بقول لحضراتكم لكل اللعيبه اللي هم غير منضمين للمنتخبات، علشان ما يكونش في فتره توقف كمان ويكتفوا ان هو بالتمرين فقط، يعني فاهم برضو الموضوع بيفرق، التوقف ده بيؤثر بشكل كبير. فلا انت بتتكلم هيكون عندك منافسه قويه جدا ودوافع مختلفه علشان لما يرجعوا بعد كده يكملوا الدوري يبقى اللعيبه او تبقى اللعيبه محافظه على مستواها البدني. فدي حاجه ايجابيه، ده خبر ايجابي فعلا ابتدينا بيه. فعلا فكره حلوه جدا ومثمره جدا كمان. ويمكن الجميل ان يعني في فقره المنافسه ان هي هتكون بحضور جماهيري، دي حاجه لطيفه جدا ان الجماهير هتقدر تحضر هذه المنافسات. وبرضو جدير بذكر انه هيتطبق من خلالها تقنيه الفار. وناس كتير الحقيقه شايفه ان زي ما انت بتقولي يا نهاوند ان الرابطه الحقيقه يعني بتعمل كل ما في وسعها للحفاظ على شكل وكمان على قيمه كره القدم المصريه.